تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر ضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، موجها بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا. كما وجه الرئيس السيسي الشكر لأجهزة الدولة ولا سيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة. هذا ووجه الرئيس السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم وبذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، إلى جانب تجهيز حاملة الطائرات المسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء الليبيين أي أعباء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء بدولة ليبيا، وذلك بنطاق المنطقة المركزية العسكرية وبحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم. تقوم العلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة بين الدول بعضها البعض، لكن تلك المصالح تتنحى جانباً حينما يتعلق الأمر بالأشقاء، فتسمو قيم الوفاء وتعلو معاني الإخاء خاصة في أوقات الكوارث والأزمات. وقد استيقظنا خلال الأيام الماضية على خبرين مؤلمين من تعرض دولتين عربيتين شقيقتين لأزمتين مختلفتين جعلتا مصر تهرع لتقديم يد المساعدة لنجدة الأشقاء. ستبقى مصر رغم كل الظروف قبلة العرب، حاضنة لهم بشعبها وجيشها في الملمات قبل أوقات الفرح. وقد استمع السيد الرئيس لشرح مفصل عن معدات الدعم والإغاثة. على يمين نقطة المشاهدة تصطف 50 عربة إسعاف بينهم 20 عربة فرد وجهزة عناية مركزة بالإضافة إلى 30 عربة جازل للإخلاء الطبي أمام نقطة المشاهدة، وإلى اليمين تصطف 50 عربة حاوية محملة بمستشفى ميداني بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية أمام نقطة المشاهدة، وعلى يسار ويمين قاعدة العلم تصطف 120 معدة هندسية للمساهمة في إزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وإلى اليسار تصطف 100 عربة حاوية محملة بالاحتياجات الإدارية من المهمات والتعيينات بحمولة تقدر 1000 طن. على يسار نقطة المشاهدة تصطف عربات ناقلات الأتربة وناقلات المعدات بالإضافة إلى ماكينات الكهرباء بالأحجام والطاقات المختلفة ومجموعات روافع المياه. انتهى. كما شاهد أيضا عبر تقنية الفيديو كونفرنس اصطفاف المعدات والمساعدات الإنسانية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية. وكان الفريق أول محمد زكي قد ألقى كلمة أكد فيها جاهزية القوات المسلحة لتطويع إمكاناتها لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتبط مصر تاريخيا بأشقائها العرب بروابط الدين واللغة والدم، وقد تعرضت دولة ليبيا الشقيقة خلال الأيام الماضية لإعصار مدمر خلف وراءه العديد من الضحايا وتسبب في حدوث حالة من الحزن العارم في كافة أرجاء المدن الليبية. ومنذ اللحظة الأولى لحدوث هذه الكارثة وجهت سيادتكم بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي الشقيق
فسارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة للشقاء، وعلى رأس تلك الأجهزة القوات المسلحة التي وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية لنجدة إخواننا والتخفيف من آلامهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة. إحنا وطبقا لتوجيهات سيادتك امبارح كان لنا سرعة التحرك في استلام وعودة جميع الجسامين المصريين التي توفاهم الله نتيجة هذه الأزمة وعودتهم إلى الأمراض المصرية، وتم تسليمهم إلى زاويهم بالأمس بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ونتمنى الله جميع المصابين الشفاء العاجل إن شاء الله. هذا وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب، مؤكداً تضامن مصر وتكاتفها مع الأشقاء في ضوء ما يجمع الدول العربية من العلاقات التاريخية وأواصر الإخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن احنا نعزي مرة تانية أشقائنا في المملكة المغربية وأشقائنا في ليبيا، وكمان أقدم التعازي لمواطنينا في مصر الذين فقدوا في حدث الحرس في مدينة درنة والمناطق الليبية اللي تعرضت للسيل. زي ما تقال دلوقتي أن الجسامين لأبنائنا وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، تعزية المواطنين وأسرهم في فقدانهم لزويهم، وأيضا تمني الشفاء للمصابين. أرجو أن نرتب لهم بالتنسيق طبعا مع وزارة التضامن ونشوف إيه اللي ممكن نعمله مع أسرهم عشان شكل من الأشكال للدعم والمساندة. مش هنسى أن أنا أشكر القوات المسلحة على والدولة المصرية بجميع أجهزتها على الجهد اللي تم خلال اليومين دول وأعمال التنسيق اللي تمت مع أشقائنا سواء في المملكة المغربية أو في دولة ليبيا. لكن طبعا إحنا يعني لما بيكون بنعمل أعمال التنسيق طبقا لنتائج هذا التنسيق بنبتدي نرتب نفسينا. أنا متصور أن نطقم الإنقاذ بتاعتنا تبقى متوقعة أن يبقى فيه تحت جسامين ناس، وده والشق الفني من الموضوع أن أطقم البحث والإنقاذ اللي هتقوم بالموضوع ده وتحتاجة تبقى تراعي ده إذا كان في جهد من القوات البحرية لصالح الناس اللي سقطت أو جسامين. للكلام ده طبعا أشقائنا في ليبيا برضو قالوا أنه في جسامين كثيرة أو في مفقودين كتير سقطوا في البحر. بشكركم على أن طبعا لأن المنطقة الغربية أقرب حاجة للحدود الليبية، وبالتالي أن احنا لو في معسكر أو اثنين أو ثلاثة مع أشقائنا، لأن العدد اللي هم فقدوا المساكن بتاعتهم عدد ضخم، وأكيد يعني هم بيتقال فيه أكتر من 20-30 ألف بدون مأوى، فاحنا مع أشقائنا في ليبيا نساهم معهم بقدر الإمكان في إيجاد هذه المعسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة. لكن الإجراء العاجل دلوقتي أن احنا نخفف ما أمكن من الآثار الناتجة عندي، سواء بفتح الطرق والمعابر اللي ممكن تخلي حركة الحركة داخل المدينة أو للمدينة سهل، ثم طبعا عملية إغاثة أو يعني انتشال الضحايا من تحت المباني اللي دمرت أو اللي ممكن يكونوا وقعوا في البحر. مش عايز أطيل عليكم، أنا بشكركم وأنا كنت متوقع كده، وإحنا نأكد أن كل شيء بيتعمل هنا بيبقى طبقا لتصور وتخطيط، يبقى ده الشكل اللي دايما بنتحرك به. أنا بتكلم أن إحنا مستعدين دايما أطقم الإنقاذ المدربة بمعدات متقدمة، ده أمر إحنا برضو بنعمله وبنفكر فيه وشغالين بيه عشان نحدث المعدات اللي عندنا بما يتلائم مع التطور اللي حصل في الموضوع. ربنا ما يجيبش شر أبدا، ولكن يعني لابد هي الناس تبقى أو الدول تبقى مستعدية للتعامل مع الأقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها. يعني أنا مرة تانية بشكركم وبشكر الدولة وبعزي أسرنا المصرية اللي فقدت زويهم، وإحنا متابعين الموقف هناك، وأي انتشال لجثث لمصريين إحنا هنقوم طبعا بسرعة نقلهم إلى زويهم، ويمكن في إجراءات بتتعمل بما متاح لدينا من بيانات، ولو في أي حاجة تانية برضو هنبقى بسرعة. والمصابين على المستشفيات سواء كان
المستشفى الميداني دي او المستشفى اللي موجوده في حمله الطائرات المستريه، واحنا قصدنا نبعت معده قادره على ان هي تدير ازمه من غير ما يكون عبء على الدوله المضيفه. اتمنى ان احنا نقدم لاشقائنا الدعم، ونتمنى لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يتجاوزوا هذه الازمه الكبيره. بشكركم مره ثانيه، متشكرين شكرا جزيلا.